وحول هذا الموضوع قال السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، قال إن الحملة حققت الهدف المرجو منها والتي تمت بالتعاون والتنسيق مع 7 جهات حكومية. طبعا هذه الحملة ثمرت التعاون والتنسيق ما بين 7 جهات حكومية كما ذكر التقرير، وكما ذكروا الأخوان في التقرير أنه طبعا سفرت عن 350 فرشة غير نظامية وتفتغل للاشتراطات الصحية، وتم مصادرتها طبعا، وتم مصادرة هذه المضبوطات إلى تحويلها إلى أحد الجمعيات اللي هي ممكن تكون تستغلها خير استغلال إن شاء الله بيكون فيها يعني للمحتاجين. ومثل ما ذكرته في التقرير ان يعني كل جهه من الجهات الحكوميه استطاعت ان يعني تضبط من الاعمال السايبه، من الناس المخالفين، من بعض المحلات اللي هي مخالفه يعني للاشتراطات الصحيحه في العمل. ولله الحمد يعني بسرعه وتجاوب الجهات الحكوميه نقدر نقول ان احنا حققنا الهدف المرجو من هذه الحمله، وان شاء الله مستمرين في متابعة ورصد هذه كل المخالفات إن شاء الله للحد من انتشار الفيروس كورونا.